للأطفال المتفاعلين مع أغانيه وألبوماته الموجهة لهم. نتابع المزيد مع شمس الدين تامن. جيناهم اليوم في هذا الحفل، هو حفل الوفاء بالوعد وحفل كذلك. والله في كل مرة ندخل للركح ونشوف هذا الجمع، هذه العائلات، يعني ثلاث أجيال، تسيب الأطفال، الأب والأم والجد والجدة، يعني العائلة الجزائرية تتنقل ل استوعاب هذه البرامج الهادفة. عجبتني بزاف هذه الحفلة، ماما وبابا جابوني ليها، راح نطير بالفرحة. أنا نشتي بزاف عمو يزيد، نتفرجوا دائما في التلفزيون، دائما نشوف الحلقات اللي يدير. والأغاني غنينا تاع عائلتي وتاع مدرستي وتاع جاري، بزاف عجبتني. جيت نتفرج عمو يزيد خاطر ماكش عجبوني تاعو القصص والأغاني، نحبو بزاف بزاف. جينا لقاعة الزينيت نتفرجوا عمو يزيد وعجبتنا الحفلة، إن شاء الله يعاودوا لنا. تحية الجزائر. يوم جينا عند عمو يزيد لعبنا ونشتحنا، ومرة أخرى نزيدو نجيو.